أهلا بيكم، معاكم شاهينات سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون، وفقرة بإيجاز مع شاهينات. الفقرة المرة دي هتكون مختلفة شوية، لأن الأسبوع اللي فات مرت عليا ظروف صعبة جدا، وفكرت أني أعتذر عن الفقرة الأسبوع ده، ولكن قررت أني أطلع معاكم وأتكلم شوية. يوم الاثنين 16/8/2020 انتقلت إلى رحمة الله والدة زوجي ووالدتي الثانية الحاجة مية أبو غيدة في مصر. أرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن الله يسكنها فسيح جناته إن شاء الله. طبعا الخبر كان صادم جدا عليا وهزيني جدا أنا شخصيا، والأصعب من ده أننا بعيد عنها وأنها رحلت بدون ما نودعها. ولكن هرجع وأقول إن الله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، واغمرهم برحمتك، فأنت أرحم الراحمين. زي ما عودتكم إن في جزء خاص بدعم المشاريع العربية في نيوزيلندا، وأنا مش هوقف الفقرة علشان أنا أحب إن احنا نكمل ونستمر في دعم المشاريع العربية، وربنا يا رب يوسع رزق الجميع إن شاء الله. أول مشروع معانا النهاردة وهو اسمه إشتار فور آرتس. المشروع مكانه في هاملتون. إسراء فنانة رسمها له طابع خاص مستوحاة من الثقافة العراقية، قدرت تحول من قطعة من الخشب عادية لقطعة فنية جميلة. ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك ودعموها، اسمها إشتار فور آرتس، ISHTAR فور آرتس. المشروع التاني معايا النهاردة وهو عاليا فلورا ديزاين. عاليا متخصصة في التصاميم بالورد في الأفراح وكمان أي احتفاليات. للتعرف أكتر على مشروعها زوروا صفحتها عاليا فلورا ديزاين، وهتشوفوا قد إيه هي فنانة في تصاميم الورد الجميلة. المشروع الثالث معايا وهو بيتزا هيفن من أوكلاند. مشهورين بالبيتزا على نار الخشب، يعني مستوية بمزاج وطعم خاص ولذيذ. عشان تعرفوا وتجربوا منتجاتهم زوروا صفحتهم بيتزا هيفن، وهتشوفوا قد ايه عندهم منتجات جميلة جدا. المشروع الرابع معايا النهاردة اسمه رويال ديزاينز، وده متخصص في تزيين اي احتفالات، وكمان مش مجرد تزيين، كمان بيعملوا حلويات في كاسات جميلة بديزاين جميل جدا. ادعموهم وادخلوا على صفحتهم رويال ديزاينز. آخر مشروع معايا النهاردة وزي ما بيقولوا مسك الختام وهو ميرميد جيرل. المشروع مكانه في ويلينغتون، بس بتقدر إنها تشحن في نيوزيلند وكمان خارج نيوزيلند. هايدي فنانة ولكن من نوع خاص جدا، فنها يعتبر الشغل بالصلصال الحراري، وعمل أشكال في غاية الدقة وروعة في التصميم والألوان. هايدي من كتر روعة شغلها سمعت لحد ما خلت الصحف والجرايد في مصر تتكلم عليها وعلى شغلها. أنا بجد أتمنى لها وأتمنى للجميع كل التوفيق. عايزين تدعموها وتشوفوا شغلها ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك، على الجروب بتاعها على الفيسبوك اسمه ميرميد underscore girl. طبعا جميع المشاريع اللي انا اعلنت عليها في فقرتي النهاردة وفي الفقرات اللي فاتت هتلاقوها موجودة على صفحتي living in new zealand by شاهيناز. تواصلوا معايا وادعموا المشاريع العربية، وخلينا نطلع كلنا للنور ونشوف الحاجات الجميلة اللي بتقدمها الجالية العربية في نيوزيلندا. واخيرا وليس اخرا، إننا هنأجل شوية صغيرين الفسح والسفر لحد ما الأمور تستقر أكتر ونقدر مع بعض نحافظ على نفسنا وعائلتنا من الوباء. ولكن ما تنسوش صحتكم النفسية مهمة جدا، حاولوا تخرجوا حوالين البيت واعملوا أنشطة مع أولادكم
وإن شاء الله تقضي وقت جميل. أنا استمتعت جدا إن أنا طلعت واتكلمت معاكم النهاردة. أتمنى إن أنا أكون قلت لكم شوية معلومات خفيفة النهاردة على المشاريع العربية. يا رب تكونوا استمتعتوا، أنا كمان استمتعت معاكم، وإن شاء الله نتقابل تاني الفقرة الجاية بمعلومات جديدة بأنشطة جديدة إن شاء الله. كانت معكم شاهناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.